صباح الخير يا أول، اليوم هو الأربعاء الثاني من كانون الأول لعام 2020، وذكرنا يا ماما سابقاً إن كانون الأول هو المتمم لعام 2020، يعني هو آخر شهر بهاي السنة، وإن شاء الله يا أمي السنة اللي جاي بتكون خير وسعادة على الجميع. اليوم يا أول درسنا وجردوا حرف الدال، وجردوا حرف الدال، وكما تعودنا يا أول سوف نقوم بقراءة قصة حرف الدال، شرح اسمه وصوته يا ماما، ومع المد الطويل والقصير. قصة حرف الدال: كانت دلال تلعب في حديقة الدار مع أختها دينا. فجأة شاهدت ديكا ودجاجة يدوران حول دودة. دهشت دلال لما رأت، فصعدت دلال على درج الدار وأحضرت دفترها ورسمت ما شاهدته في الحديقة. سوف أقوم يا أمي بقراءة القصة مرة أخيرة. كانت دلال تلعب في حديقة الدار مع أختها دينا. فجأة شاهدت ديكا ودجاجة يدوران حول دودة. دهشت دلال لما رأت، فصعدت دلال على درج الدار وأحضرت دفترها ورسمت ما شاهدته في الحديقة. درسنا يا أول اليوم عن حرف الدال. أما بالنسبة لشكل حرف الدال فله شكل واحد. اسمه حرف الدال، صوته إد. نتطلع يا أول. كتبت البعض من الكلمات اللي وجدت بالقصة. لدي الكلمة الأولى: دلال. انظر يا أمي إلى حرف الدال الذي أتى في أول الكلام. نتطلع يا ماما، إيش عندي هون؟ إيش أول حرف يا أول؟ عندي حرف الدال. طيب اطلع على الطريقة اللي أنا كتبت فيها حرف الدال، هل أتى ماسك بحرف اللام لوراء؟ لا ماما، حرف الدال ما بمسك بإيد حدا جاي أمامه نهائيا، ولا تحت أي ظرف، ما بمسك بالحرف اللي أمامه. حديقة أو حديقتي، بطلع حرف الدال في منتصف الكلام، مسك بالحرف اللي قبله هو حرف الحاء. بس اطلع يا ماما، حرف الدال ما مسك بالحرف اللي بعده اللي أمامه، ما مسك فيه، مسك فقط بالحرف اللي أتى قبله. الدار. ارجع اطلع كمان مرة يا أمي، حرف الدال في منتصف الكلام برضو يا ماما ما مسك بإيد الألف، لأنه إحنا حكينا قاعدة حرف الدال بتمسك بإيد اللي قبلها مو اللي أمامها، تمسك فقط باللي وراها يا أول. نتطلع على كلمة دينا. بإيش بتذكركم يا أول؟ اسم مين دينا؟ يا عيني عليهم أولادي الشاطرين، حرف الدال دينا. طلع يا ماما، الدال أتى في أول الكلام، هل مسك بحرف الياء؟ لا، برجع بعيد، ما بمسك بالحرف اللي أمامه، يعني ما بمسك بالحرف اللي بيجي يا أمي بعده، فقط بمسك بالحرف اللي قبله. شاهدت. طلع حرف الدال مسك في الهاء، لأنها الهاء سبقت الدال، مسك فيها ما عنده مشكلة، من ورا بمسك، بس من الأمام ما عنده إيدين، مستحيل يمسك بولا حرف. ديكن أيضا يا أمي في أول الكلام، وبرضه ما مسك في إيد الحرف اللي إجا بعده. دودة عندي في أول الكلام وفي منتصف الكلام، وبالحالتين يا ماما حرف الدال بأول الكلام ومنتصف الكلام ما إجا ماسك بالحرف اللي بعده. برجع بحكي ماما، شاهدت، طلع حرف الدال مسك باللي قبله، ما عنده مشكلة، بمسك باللي قبله، لأنه مش هو أساساً اللي بمسك بالقبله، الحرف بمسك فيه. بس يا ماما، الدال من الأمام ما بتمسك بحدا ولا تحت أي ظرف. درج أيضاً في أول كلام برضه ما إجا ماسك بحدا. دفترها
برضو يا ماما ما إجي ماسك بحدا. طيب إذا بنتذكر يا أول أسماء أولاد صفنا، مين في عنا بحرف الدال؟ أنا ذكرت اسمي دينا موجود. طيب مين في عنا؟ يا عيني عليك نط جواد بحكي لي مس اسمي. برافو يا جواد. طيب حرف الدال باسمك وين موقعها، أول ولا منتصف ولا آخر الكلام؟ يا عيني يا جواد في آخر الكلام. طيب مين في عنا كمان بحرف الدال؟ مين؟ آه يمس يا عيني جود. جود، هل يوجد حرف الدال في اسمك يا جود؟ نعم. طيب وين حرف الدال وجدت يا ماما، وين موقعها؟ يا عيني في آخر الكلام، إجت ماسكة بحدا. برافو. مين في عنا كمان؟ أسمع أشوف الطلاب الحلوين جاوب. برافو، هاي بدر بحكي لي مس اسمي فيه. طيب يا بدر وين حرف الدال باسمك؟ يا عيني يا عيني في منتصف الكلام. طيب يا بدر اسمك حرف الدال مسكت برا؟ لا. برافو، ليش يا مس؟ ما شاء الله عليكم يا أول، لأنه يا مس ما رح تمسك بالحرف اللي بيجي بعدها. برافو. طيب مين في عندي كمان يا أول؟ أيوة جاوبي. برافو سدون الغالية، ممتاز. سدين، يا عيني يا عيني سدين. سدين في حرف الدال باسمك؟ ممتازة. أين أتى حرف الدال؟ يا عيني عليك يا ماما في منتصف الكلام. مين في عنا كمان حرف الدال في باسمه؟ برافو يا عبد الرحمن. ها عبد الرحمن، أين أتى يا ماما عبد الرحمن حرف الدال؟ وين إجت؟ في آخر الكلام. ممتاز يا ماما، ممتاز يا حبيبي. يعني حرف الدال إما بيجي يا ماما متصل بالحرف اللي قبله أو لحاله. طيب مين في كمان؟ اتذكر يا أول، مين في كمان عنا بالصف؟ ممتازين يا ماما، ممتازين. طيب عايش انتو بتقعدوا بالصف يا أول؟ وين احنا؟ أين نجلس؟ برافو عليهم أولاد الشاطرين، على الأدراج. طيب حكينا فيها حرف الدال، فيها حرف الدال. طيب إيش في كمان يا أول داخل الغرفة الصفية يحتوي على حرف الدال؟ حكينا يا ماما درج، إيش في كمان؟ اتذكروا معي، إيش الصورة الموجودة على الحيط وراءكم يا أمي إذا بتتذكروها؟ كان عندنا صورة لإيش؟ يا عيني علي متذكرين، الصف عندنا كان رسمة دب. عندنا كان يا أول رسمة دب، حرف الدال برضو في منتصف الكلام، في أول الكلام. أعتذر. طيب نطلع يا ماما، حكينا إنه حرف الدال له شكل واحد وهو من الحروف يا ماما الصاعدة على السطر. هي السطر يا ماما، كيف بنكتب حرف الدال؟ هو يا ماما بيكون قاعد على السطر، ما بنزل تحت السطر. طيب تتذكروا يا ماما حروف المد؟ تذكروني فيها يا أول، إيش هم حروف المد الطويل يا أول؟ يا عيني عليهم أولادي الحلوين. طيب ناسين إشي حكيتولي؟ آو أو إي، ما في إشي ناسينه يا ماما؟ يا عيني على المتذكرين، الألف المقصورة حكينا دائما بدنا نذكرها، الألف الممدودة، الألف المقصورة، الواو والياء. طلعوا يا أول كيف ألفظ حرف الدال مع حروف المد الطويل، وركز يا ماما أنا كيف سأقوم بكتابة حرف الدال. ولا مسكت في أي حرف أتى بعدها، ولا مسكت يا ماما. شوف، دا دا دو دي. طيب يا روحي، هل مسكت بالمد الطويل اللي إجا بعد حرف الدال؟ حكينا يا ماما مستحيل 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 الدال تمسك بالأحرف اللي بتيجي بعدها، دائما في الحرف اللي بيجي قبلها، حتى مش كل الأحرف. يعني شوفوا هون عندي جود ما مسكت بحرف الواو، صح يا أول؟ آه، يعني مش بكل الأحرف كمان. دا دا
دو دي. هون يا ماما مع المد الطويل. طيب إذا بنتذكر يا ماما مع إيش؟ مع المد القصير. نطلع يا أول، ذكروني بالحركات، ذكروني بالحركات لأنه أنا يا ماما شكلي نسيتهم. إد مع السكون، يا عيني عليكم، بس ما بتغير اللفظ يبقى كما هو. إد. طيب مع الفتحة د، والكسرة يا ماما دي. طيب مع الضمة دو، كمان مرة يا ماما، إد د دي دو. هاد مع إيش؟ مع الحركات لهم المد القصير. طيب مع المد الطويل كمان مرة يا أول، دا دا دو دي. رائعين يا ماما، رائعين يا حبايبي. هلا يا أول رح نفتح كتاب الطالب على الصفحة 67 على حرف الدال، وجردوا حرف الدال. ما ننسى يا ماما نكتب اليوم الأربعاء الثاني من كانون الأول لعام 2020 على رأس الصفحة. طلع يا أول، ماذا تشاهد أمامك؟ ديك، يا عيني يا بطل. طيب إيش في كمان؟ كلمة أتت حرف الدال في منتصفها. وين إحنا كل يوم الصبح بنروح؟ المدرسة. ممتاز يا ماما. طيب في آخر الكلام؟ يا عيني، في عنا جواد، في عنا جود، في عنا أكثر من كلمة. طيب بدنا يا ماما ننطق كما تعودنا الأحرف مع المد الطويل والقصير. أنطقوا. إد د دو دي دا دو دي. أرددوا الكلمات منتبها إلى صوت الإد. ديمة. إيش بدنا نعمل يا ماما؟ بدنا نحللها هون. والدتي، والدتي، والدتي. حامد، حامد. أضع دائرة حول حرف الدال، بشوف يا ماما بتطلع على الأحرف وإيش بدي أعمل فيها. بدي أقرأها. حرف الدال إيش بدي أعمل فيه؟ بدي أضع عليه دائرة. رائعين يا أول، ممتازين. طيب نحللها يا ماما الكلمات الموجودة في التدريب الثاني. دي ما ديمة و لي د تي والد تي والدتي. ها مي دن. كلنا يا ماما رح نحللها علشان تصفي علينا القراءة أسهل. ولهون يا أول بيكون خلص تجريد حرف الدال. تكتبوا يا ماما زي ما احنا طالبين، وتطلعوا يا ماما انتبهوا على الشكل المحطوط امامي فوق، مش محطوط ولا مذكور غير شكل لحرف الدال واحد فقط. تمام يا امي، يعطيكم العافية. اول